تكون العمليه تشاركيه و سيتم تعبئه بقوه. يعني مداخله الساده الاساتذه كانت مطمئنه، في حين اننا حضرنا لمجموعه من المداخلات فيما يتعلق بالمناخ في خارج العرائش بطبيعه الحال، كان التوصيف سوداويا وكان المستقبل تحليلي، خصوصا فيما يتعلق بندره المياه، ومنهم من كان يعطي عقلا بالضبط. وهنا اطلب من الساده الاساتذه التنويع في هذا المجال، هناك من يقول بان 2021 هي بدايه عيش المغرب لشح شديد في بعض المناطق من حيث المياه. في النقطه الثانيه، الاستاذه رحمه مشكوره قالت بطبيعه الحال ان يعني 99% من المتغيرات المناخيه هي بفعل الطبيعه وليست بفعل الانسان، في حين ان 1% العكس بفعل الانسان، وهذا ما ينعكس على ما ينعكس محليا، ولكن هذا المشكل هو ان الانسان في توصيف، يعني حتى بفعل القرار السياسي الذي يملكه الانسان يتم تدمير الطبيعه، يتم نهب الرمال البحريه، يتم تدمير وتحطيم الحزام الغابوي. سؤال اخر للساده الاساتذه فيما يتعلق يعني باعتباركم كباحثين افراد او كباحثين في اطار مراكز الدراسات، هل يتم اشراككم مركزيا في اطار المقاربه التشاركيه اللي في يعني في السياسات العموميه فيما يتعلق بالبعد المناخي؟ وشكرا.